أهلا بكم في فقرة أنا أرى. بات سكان اليمن اليوم يبحثون عن ملجأ يقيهم الحرب الداخلية في بلادهم، وتستحوذ الصومال على نسبة كبيرة من اللاجئين اليمنيين. في فقرة اليوم سنتطرق إلى المشاركات التي وصلتنا عن معاناة أهل اليمن داخل بلادهم وخارجها في خضم الحرب الدائرة. البداية من العاصمة الصومالية مقديشو، حيث شاركنا ميثاق عبدو بصورة عن أوضاع اليمنيين في المخيمات، فيقول إنه لا ماء ولا طعام هناك، ويتفشى المرض بينهم حتى أن مصابي الحرب لا يجدون من يعالجهم. صورة أخرى أرسلها زكريا الأميري من تعز عن مهرجان نظمه الأهالي هناك وأطلقوا عليه اسم النفير العامة، حيث تبرعوا بممتلكاتهم لدعم رجال المقاومة. النهاية مع صورة شاركنا بها محمود العواضي لطفل يمني لم يتجاوز 4 سنوات أخذ زاوية في أحد الشوارع لعرض بضاعته، ويقول المرسل إن طفولته اختيلت والعتب على الحوثيين الذين عاثوا في أرض اليمن فسادا ودمارا. والاطلاع على المزيد من المشاركات التي يرسلها إلينا مستخدمو تطبيق أنا أرى من أنحاء العالم، يمكنكم زيارة صفحة أنا أرى على موقع العربية .net. كما نذكركم أنه بإمكانكم أن تصبحوا مراسلين لقناتي العربية والحدث من خلال تحميل تطبيق أنا أرى على هواتفكم الذكية.